صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. سادتي يا ليتنا ندرك قائمكم فنفوز فوزا عظيما. خرجت من خدرها ليلى تقول، خرجت من خدرها ليلى تقول: نحرك المقطوع أم نحر الرسول؟ أيها الأكبر قم خذ بيدي، أحرقت نار المآسي كبدي، لم يطق قلبي صبرا، ولدي ولدي ولدي، لم يطق قلبي صبرا، ولدي واعدر الفكر هياما وذهول. يا هلالا يا هلالا يا هلالا يا هلالا، غاب في لج الدماء وبكت مصرعه عين السماء. والله خمد نور العيون وما بعضن. الله يرحم عبد الأمير الفتلاوي النجفي يصف هالحالة هاي، يقول ليلى هكذا وكل أم والله إذا نظرت إلى ولدها هكذا تقول له خمد نور العيون وما بعضن، ودربي المدلل بيش وجدن، أوجد الدربي من وحمن عيوني، بوليد المدلل خابت ظنوني. والله تغير لون وجهك يا بعد لوني، مو وقتك الساعة نريد نتهنى. قومي لي يا عمت من الترب قعدي، وين زينب؟ قومي لي يا عمت من الترب قعدي، شو ظلت نفس ظلت بعد لجبي. ولكن شوف طلب ليلى بهيد اصواب قلبه بالج تلجمي، والله بهيد اصواب قلبه بالج تلجمي، وبعد ما بيظن وتودعي منه. قامت لي عمته وقعدت تشوفه، لقت حلو الجها مرسومه مخطوفه، صدت لي وشافت حنة جفوفه، من دم اليسيل ويجذب الون. الله جابوا علي الأكبر وضعوه بين يدي ليلى. ليلى شو تسوي مولاي كأم؟ هاي كأم يقول وضعت خدها على رجلين علي ونادت وعليا، والله يا ابني ما ذكرت امك وحنيت، والله وحنيت وحنيت وعفتني من انطبق ظهري. تقول له والله يا شبان
يسبع الثنية وعندي ولد ما رد علي. الله يساعد ليلى. حميد بن مسلم الصحفي يقول والله ما رأيت الحسين كهذه الحالة. لما وصل إلى علي الأكبر السوى يقول احتضن علي وبقي يئن أنين الموت. ما قام الحسين حتى خرج الزينب نادت وحسينا. يقول نهض الحسين وسقط على وجهه. قال زينب أتعلمين أن خدرك عندي أفضل من علي ولدي؟ والله يقلها علي راح شافه شافه والنبي الشافه علي راح علي راح هو فوق وصف جراح علي راح صاح بصوت يا زينب علي راح علي راح يا خويا ظلمت الدنيا عليا يا خويا ظلمت الدنيا يا عليا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديثنا في هذه الليلة المباركة يدور حول أفضل سورة في القرآن الكريم، ألا وهي الجامعة لكل العلوم في القرآن الكريم. يعني ما موجود في القرآن الله سبحانه وتعالى أوجده في هذه السورة المباركة. هذه السورة المباركة التي أوجب الله على المصلي في الواجبات أن يأتي بها في بداية أول ركعتين، ألا وهي سورة الحمد، سورة الحميدة. هذه السورة المباركة الجامعة التي سميت بأم الكتاب. لماذا سميت بأم الكتاب؟ لأنها جمعت كل ما في الكتاب، كل ما في القرآن الكريم. طبعا لا يمكن لنا أن نتحدث عن هذه السورة بهذه الليلة، قد يكون يبقى منها جزء إلى الليلة الجاية إن شاء الله. وإلا لو تريد أن ندقق كلمة كلمة في هذه السورة نحتاج على الأقل إلى 10 أيام. المهم، ولكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك كله. هذه السورة المباركة طبعا بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة الطيبة، هذه البسملة المباركة. هنا وقع الاختلاف، طبعا الاختلاف كشيعة مولاي ما وقع عندهم الاختلاف، الشيعة لهم رأي واحد، إنما الاختلاف في المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة انقسمت إلى قسمين في البسملة. قسم منهم أيدوا رأينا، وقسم لهم رأي غير رأي. أما القسم الأول قالوا بأن هذه البسملة اللي في بداية سورة الحمد، وكل بسملة قبل سورة الحمد، يعني كل بسملة بداية كل سورة هي جزء من السورة، هي حاكية عن تلك السورة. أكو قسم لا، قالوا أصلا البسملة هي أصلا غريبة عن السورة وليس جزء من السورة. نحن كشيعة قلنا بأن البسملة ماذا؟ جزء من السورة. هذا اللي يقول هي ليس جزء من السورة وأنا أقول جزء من السورة، هسه فد واحد يقوم يقول لي مولانا بالله هسه بالله كانت جزء وكانت مو جزء، يعني شنو الثمرة بيها يعني؟ ها؟ يعني بالله صارت جزء من السورة وما صارت جزء من السورة، يعني شنو الثمرة يعني؟ شنو؟ أكو ثمرة؟ أقول لك نعم، إذا كانت جزء من السورة أكو ثمرات، وإذا كانت مو جزء من السورة ما أكو ثمرات.
أنت الآن لما تجي إلى كل الفقهاء كل العلماء ماذا يقولون؟ يقولون الصلاة تنقسم إلى قسمين. أكو هناك أركان للصلاة كتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي ركن، طبعا التكبيرة تتحقق بكلمة الله أكبر ليس برفع اليد. هسه ما أحد رفع إيده مولانا، واحد ما رفع إيده، أما ما في كل إشكال يعني. المهم فتكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، من تركها عمدا أو سهوا بطل الصلاة. يعني يجي واحد يقول يابا ترى أنا تركت تكبيرة الإحرام عمدا، نقول له صلاتك باطلة. يقول عم نسيت أنا دايخ، نقول لهم صلاتك باطلة. واحد يجينا يقول لا أنا تركت ماذا آية من السورة أو تركت السورة كلها، نقول له إيه القراءة، القراءة في الصلاة واجبة. يعني شنو معنى واجبة؟ يعني إذا تركتها عمدا بطل الصلاة، وإذا تركتها سهوا لم تبطل الصلاة. فهذا الذي يترك البسملة وهو يعتقد بأنها جزء من السورة فصلاته باطلة، أما الذي لا يعتقد بأن البسملة جزء من السورة. اليوم شايفين في القنوات لما تنقل الصلاة مثلا من مكان ما تشوفه يقول الله أكبر بسم الله الرحمن أو الله أكبر الحمد لله رب العالمين، بسملة ماكو. يعني شنو؟ يعني هؤلاء لا يعتقدون بأن البسملة ماذا من السورة. هنا ذولا وقعوا نفسهم في مشكلة، في مشكلة لا يحسدون عليها أبدا. سبحان الله، احنا كشيعة ما عندنا أي مشكلة مولا، هم وقعوا في مشكلة. المشكلة شنو؟ انقلهم تعالوا انت من النهار كله الصيحون الشيعة يحرفون القرآن، الشيعة يزيدون على القرآن، الشيعة ماذا ها ينقصون من القرآن. هاي البسملة عمي جزء لو مو جزء؟ قالوا لا مو جزء من السورة. لاحظ العبارة، هاي السورة او هاي البسملة جزء؟ قالوا لا اصلا مو جزء. نقولهم زين شاتم شلون تخلونها بالقرآن؟ شلون تخلونها بالقرآن الكريم؟ اكو واحد يضيف شيء زائد على القرآن؟ يعني انتم تضيفون زيادة على القرآن؟ فليس لهم جواب الى يومنا هذا. لا يقدر يقول انها جزء وهو يقول ماذا؟ ليس بجزء. ولا يستطيع ان يقول هي ليس بزيادة، بل البسملة زيادة. في كل سورة بسملة الا في سورة التوبة. فليس نحن من نقول بمن ها بزيادة القرآن او نقيصته. نحن لا نقول، عقيدتنا تقول هكذا ان القرآن لا زيادة فيه ولا. انت ارجع للبخاري مولاي، البخاري ارجع الى باب الحبلة. اما ما اتيها كقول لك بخاري واطلع عقب الله مولاي، ارجع الى باب الحبلة، باب رجم الحبلة. هذا الباب انت دوره بالفارس مولاي رسن تلقيه، بس تدور باب رجم الحبلة رسن تلقيه. ارجع الى باب رجم الحبلة، واحد من الرموز ماذا يقول؟ يقول ايها الناس كنا نقرأ، واضح كلامه، كنا نقرأ مع رسول الله آية من القرآن الكريم فإن لم تجدوها فاعلموا أنها قد حذفت. لما ترجع للآية مولانا، لما ترجع للكلام مو الآية، لما ترجع للكلام الذاكرينه شايف يقول له إنه صبغ وشك وصير حداد. يعني كلمة هنا مولانا وكلمة وين هنا؟ أصلا ليس هي من كتابة العلماء، أصلا العلماء ما يكتبوها مولاي، مو أسلوب قرآن، لا علماء ما يكتبوها. فهذه الآية وهذه الكلمات اللي تقولون عنها آية، إذن هذه ماذا؟ إذن هناك نقص في القرآن، ونحن لا نقول بنقص في القرآن الكريم. جيب لي اليوم عالم من علمانا يقول بنقص في القرآن أو يقول هناك زيادة ماذا في القرآن الكريم. المهم نحن نقول أن القرآن غير مرتب، بس هاي ترى احنا نقول بس هاي الكلمة، نقول القرآن غير مرتب. يا بشنو نقولهم؟ لأنه الترتيب هكذا، واحد زائد واحد. واضح القضية؟ يعني مكة نزلت فيها سور وآيات، والمدينة نزلت فيها شنو مولانا؟ سور وآيات. المفروض الترتيب هكذا، بداية القرآن سور وآيات مكية، ونهاية القرآن شنو مولانا؟ سور وآيات مدنية. احنا اليوم لما نجي نلقي آيات في بداية القرآن مدنية،
يعني مدنية من المدينة، وآيات متأخرة ماذا؟ مكية. فقلنا عما هذا القرآن ترى غير مرتب، ما عندنا غير بس هاي الكلمة. قلنا هذا القرآن شنو مولانا غير مرتب. أجيب لك فد رواية مفرحة، يقول إمامنا الصادق سلام الله عليه: والله لو رتب هذا القرآن كما نزل لوجدتم فيه أسماؤنا من محمد إلى الحجة. هذا القرآن يقول إذا ترتب نفس ما نزل على النبي تلقون أسماءنا موجودة واضحة. ومن هنا عندما يخرج الإمام سلام الله عليه يستخرج ماذا؟ قرآن كتبه علي أمير المؤمنين، ذاك عالم ولا عالم يعرف الآيات الترتيبها شلون. فلما كتبه كتبه، ومو بس كتبه، سبحان الله الإمام كتبه وكتب آياته وسوره بالترتيب، وبعد شنو وفسر معانيه. يعني هاي الكلمة معناها كذا، هاي الكلمة معناها مو عالم يقولها مولاي، لا علي بن أبي طالب يقولها، يا بتر هاي الكلمة معناها كذا، هاي الآية نزلت بكذا، هاي الآية نزلت بكذا. لما شافوه قالوا له ارجع يا علي، لا نريدك ولا نريد قرآنك. المهم، فبسم الله الرحمن الرحيم، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية مولاي، أكو حديث جدا لطيف نقدر نتعود عليه، أنا أجيب لك بيه الشغلة اللي بيها فائدة مولاي، هم فائدة وهم بلاش. زين، يقول في الحديث اللي يتعود على البسملة مولاي، يعني ماذا يقوم؟ شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من يقعد مولانا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، من يأكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لما نشرب لك قضية شو يقول مولاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذا الإنسان يوم القيامة لما يحشر ويبعث ويقف بين يدي الله ويقولون له اقرأ كتابك، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هواية إلى فد قيمة عند الله سبحانه وتعالى. إنسان يوم القيامة وضجة وصايرة هوسة، ها المرأة ذاب ابنها والأب ما له شغل بواحد والابن ما له شغل بأمه، وواحد يبكي هنا وواحد يصيح هنا، سبحان الله، وواحد يوقف يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هواية إلى تقدير عند الله سبحانه وتعالى. خلينا نعود أولادنا مولاي، نعود نفسنا أنه ما نأكل شيء إلا نبدأ ماذا؟ بالبسملة. ولا نقوم إلا نقول ماذا؟ بالبسملة. ولا نكتب شيء إلا ماذا؟ بالبسملة. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة شنو مولاي؟ هاي البسملة إذا كتبت على باب دار، على باب دار مولانا تكتبه بسم الله الرحمن الرحيم. هسه أنت مو تكتب مولانا ديوانية حج فلان، فوق ديوانية حج فلان تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما تأخذ من عندك ترى مجان، يعني ما تأخذ حيز إلا قليل. بسم الله الرحمن الرحيم يا بش تسوي؟ هاي شغالة، شنو شغلها؟ لا تصل النار والحريق إلى البيت. هذا واحد اجى للامام امير المؤمنين قاعد يمه، اجى جاره يركض قال له ابو فلان الحق بيتك ترى احترق. هذا ضحك قال له والله يعلم كل شيء ما بيتي، كل شيء ما بي. قال له عم النار كلته انت شنو؟ قال له والله كل شيء ما بي. يقول هذا راح ورجع قال له صحيح النار مو يمك، النار يم حج فلان جارك اللي هو بعد عن بيتك ثلاث بيوت اربعه. يقول الإمام قاعد التفت إليه ويضحك، إيش قال الإمام؟ قال له يا فلان من أين علم؟ قال منكم أهل البيت. ماذا؟ منكم أنتم قلتم من كتب على باب داره بسم الله الرحمن الرحيم آمن من النار والحريق. بعد انت مولانا اذا تكتبها بعقيدة لا تحتاج مولانا البواري هاي حماية للنار ولا كذا، النار اصلا ما تصل الى بيتك. عجيب القرآن الكريم مولانا، عجيب. انت شايف هذا القرآن؟ انت شايف اليوم، اضرب لك مثال مولاي، شايف انت اليوم من تروح لابو الصيدلية ايش قد مرتاح؟ فعندك قضية سهلة، ما تنطيني مدفة الدين فلاني، خط الدين انت ما تدري هذا الدين ايش قد تعبوا على اطباء واللي ركبوه، لأن هذا مجرد أي خطأ يتحول ماذا؟ إلى سم.
اي خطأ يتحول وين؟ الى سم، من منفعة الى شنو؟ الى مضرة. القرآن الكريم هذا نفس التركيبة، اكو ناس يعرفون يركبوه، يجي واحد للامام امير المؤمنين يقول له يا ابا الحسن بطني بطني توجعني، ما نايم الليل كله ما نايم من عدش. قال الامام، قال لك اكتب عليها، اكتب اكتب ماذا عليها؟ آية الكرسي. يقول كتبها ثاني يوم الرجال مبدل، مر إلى الإمام يتشكر منه، قال سيدي والله لما كتبت آية الكرسي ذهب المرض عني تماما. اللهم صل على محمد. أسيب كله تروح للطبيب شو تقول له؟ تقول له بطني توجعني يعطيك هكذا هدويات. هذا الإمام قاعد يعطيك قضية من القرآن. القرآن شو؟ القرآن صادق لو مو صادق مولاي؟ القرآن شو يقول؟ يقول شفاء، صحيح يا لا؟ إذا كان شفاء يعني شنو؟ بس يحتاج إلى من يركب له القرآن الكريم. أكو ناس تعرف التركيبة، هذه الآية مع هذه الآية تعمل كذا، هذه الآية مع هذه الآية تعمل كذا. فهذه البسملة تركيبتها هكذا تحمل بيت من النار. زين اسمع بعد النقطة الخامسة، سامع فرعون مولانا وقضية موسى، كل احنا سامعينه. هذا فرعون يقال هكذا، يقال هذا اسمه مو فرعون، هذا لقب لكل حاكم يحكم في مصر ذاك الزمان. هذا اسمه الوليد ابن مصعب، يعني اصلا مو من العائلة الحاكمة. شنو قضية هذا؟ هذا رجال كان تاجر يلعب قمار، وشايف انت القمار شو يسوي؟ ها ياكل ياكل الاموال كما تاكل النار الحطب. يقول راحت فلوسه كلها، هذا تروح فلوسه مولانا، وكان غني، وخاصه بحرام بعد ما حد يحترم، لان اصدقاء كلهم ماديين. يقول سافر من هاي المدينه مالته، سافر الى مدينه اخرى. يقول وصل اشتغل دفان، وين؟ في مصر ايام الفراعنه اشتغل دفان. لما كان يجيبوا له، اول ما اشتغل هو يحفر ينطونه دينار نص دينار. الدور ايش سوى؟ جاب له اثنين عمال وياه، صاروا الاثنين اربعه، صار الدور اسطى مولانا. فتح له الدور شنو؟ مكتب. يريد يدفن يدفع ادفن. يقولون شرس، هو عنده شراسه. يقول جابوا بنت الملك الى بنت فرعون، الى قالوا له هاي بنت الملك. قال ايه بنت الملك؟ عليها الف عمي. قالوا له عمي شلون الف؟ هذا حاكم. قال مصدقوا بالله لو يجي ابو الحاكم ما يدفنها اذا ما تدفعون الف. رادوا، هذا عنده قوه، صارت عنده جماعه وسلاح عنده. قال ما تصير الحاكم، دفعوا الف، هذا رجال غني. يقول سمع الحاكم، هكذا يقال مولاك، يقول سمع الحاكم اجى، خلينا نشوف هذا اللي يمنع دفن بنتي من هو. يقول صار مشاده كلاميه، قام هذا الوليد بن مصعب طعن الحاكم قتله. لما انقتل فرعون هاي الباقي كلها سلمت. يقول اصبح حاكم، لما اصبح حاكم ذكي كان، سوى قال لهم كم عالم موجود في هذه المدينه؟ قالوا له بيهم فد 3000 4000 عالم. قال نجيبهم، يلا ابويا قتلهم كلهم. يا هالظل ظل مثله مثل غير البسطاء. ايش قال؟ قال انا ربكم الاعلى. قلنا لعم انت ربنا الاعلى، انتهت السالفه. موسى عليه السلام شاهدنا هنا، موسى عليه السلام كان يدعو على يمن على فرعون، إله انتقم من فرعون. فرعون يصبح مولانا وجهه عرضه. زين موسى يدعو عليه وفرعون مرتاح ما عليه كل شيء. يقول إلى أن موسى دعا الله، قال له إلهي شو أنا أدعو على موسى على فرعون؟ فرعون ياخذ بالعرض ومرتاح ويضحك ويكحك وكل شيء ما بيه. يقول اجى النداء من الله، قال له يا موسى هذا فرعون الصبح يقول انا ربكم الاعلى، وبالليل ينام على القاع ويحط ايده على راسه ويصيح انت الله لا اله الا انت. هذا واحد. اثنين عارف سر من الاسرار، شنو هو؟ قال له مكتوب على بابه بسم الله يا موسى ارفعها، وعزتي وجلالي وعلوي وارتفاعي لأنتقمن من فرعون. إذا ما رفعتها ما انتقم من عنده، لأن هاي الكلمة عظيمة عندي. إجا موسى مولانا حذفها، ما بقي فرعون إلا أيام،
وأصبح آية للعالمين، أغرقه الله في اليم في البحر. فكلمة بسم الله الرحمن الرحيم كلمة عظيمة. هاي النقطة الخامسة. النقطة السادسة، بسم الله، اسمع هذه الكلمة، بسم الله اجى واحد للإمام الصادق سلام الله عليه، قال له مولانا شنو معنى بسم الله؟ الإمام راد يبسط الموضوع إليه، يبسط الموضوع إليه. قال له، قال له يا هشام، كان صاحب من أصحابه اسمه هشام، يا هشام اعلم أن الاسم غير المعنى. هاي أول كلمة، طبعا هشام ما عرفه ما افتهمه. اعلم أن الاسم غير المعنى. وبعد قال يا هشام إن الخبز اسم للمأكول، الخبز شيء والمأكول شيء آخر، إن الخبز اسم للمأكول واللباس اسم للملبوس والنار اسم للمحترق، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد أشرك بالله. من عبد الاسم دون معنى فقد أشرك بالله، ومن عبد الاسم والمعنى فقد كفر بالله، ومن عبد المعنى دون الاسم فهذا هو الإيمان. شريد الإيمان بيا مولاي؟ قبل أن أشرح هذه الصلوات جعفرية علوية بأعلى أصواتكم، الإمام يقول له يا هشام الله عنده 99 اسم، وفي دعاء الجوشن الكبير 1000 اسم، أنت إذا تعبد الاسم من دون معنى يعني عندك 1000 إله، وإذا عبدت الاسم والمعنى قد أشركت بالله، قد كفرت بالله. وبعد يقول له عليك بالمعنى. عليك بمن مولانا؟ بالمعنى. هسه واحد يسألني يقول شيخنا انتم اذا تركضون للمعنى بعد الاسماء، ونخلينا اسماء الله الحسنى واسماء عليهم الشباب، شلوا الاسماء، احنا نعبد الله بذاته، نعبد الله بالمعنى، بعد شو نسوي بالاسماء؟ رحمن ورحيم وحاكم وعادل والى اخره. اقول لك لا، الاسماء فائدتها قضية واحدة. اسمع اسمع مولاي، الاسماء فائدتها قضية واحدة. قبل ان اقول اضرب لك مثال، الان شايف اكو واحد يتعامل ويا تاجر معين، مثلا يتعامل ويا واحد من اصحاب المحلات، يابا واحد يروح يغسل سيارته بجراج الفلاني، صايره لو ما صايره زين، اسالك يقول لك عمه هذا ابو الغساله هذا اللي يغسل الملابس او السياره هذا شو اسمه؟ تقول والله ما اعرف. ما تعرفه؟ اي شلون تتعامل؟ قال لي من اضرب سلف مولانا واروح له، وقفوا سيارتي غسل لي اياها، لا اكثر ولا، انا اندله وين صاير؟ انا وين باي مكان؟ يا برد اروح اغسل سيارتي، ضربت مولانا سويتش جت ولا الدعيه نزلتها انطيت السويتش غسل لي اياها، اكو اكثر من هذا؟ فما احتاج الى اسمه، اعرفه او ما اعرفه، انا اندل شنو مولانا؟ مكانه. بس اذا ما تندل مكانه تسال عن اسمي ولا؟ الله سبحانه وتعالى مو شخص حتى لو كان، نفرض هكذا مولانا، فرض المحال ليس بمحال، لو نقول هكذا استغفر الله من باب المثال، لو نقول الله مكانه معروف، مو بعض المسلمين قالوا شاب امرض، عم هذا الشاب الامرض ندل وين صاير؟ نحتاج الى اسم من اسمائه؟ ما نحتاج، نروح مولانا المن الى مكانه، وين الهنا؟ بالمكان الفلاني، نطرق عليه الباب ونطرح مسألتنا، صحيح يا لا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. أرد أخاطب ربي شلون أخاطبه وهو في كل مكان؟ لا يمكن لي مخاطبة رب العالمين إلا عن طريق ماذا؟ أسماءه. إذا كنت مريضا والله في كل مكان ماذا قلت؟ يا شافي. وإذا كنت مسجون الله في كل مكان ماذا قلت؟ يا مخلص. وإذا كنت محتاج إلى رحمة قلت يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، رحمن رحيم، رحمن في الدنيا ورحيم وين؟ يقول الحديث، والله هذا الحديث حلو، يقول الله خلق 100 رحمة، 100 درجة مولاي، واحدة أنزلها بين الناس.
شوف انت الام هاي الام اللي تحمل مولانا 9 أشهر في بطنها، كل ما تزيد المدة ويكبر الجنين كل ما تكون شنو مولانا مستانسة عجيب، كل ما تكبر ها يكبر الجنين يصير أثقل وبعد وآلامة تكبر وياه وأوجاعة تكبر وياه، المرأة شو تكون مولانا مستانسة. ليش؟ لأن أكو حنان مرتبط بمن مولانا بهذا الجنين. الآن جيب لك وحدة فد مرية قل لها يا بنت تعاي أجيب لك فد رقية مولاي، رقية هاي أغضيها أريدش تشيلينها فد شهر تربطينها على بطنك وإلك فد 1000 دينار. يقول لك ما أجي ما أسويها. ليش؟ تقول لك أتعب ما أقدر أنا، هذا مؤذي لي. يابا مو أنت قاعد تشيلين بأمعائج قاعد تشيلين طفل عمره كذا كذا كيلو، 7 كيلوات، 5 كيلوات، 8 كيلوات، وتسع تشهر ويتغذى، كل ما تاكلين شيء هو ياخذ الفائده من جسمك. تقول لك ايه هذا قطعه مني. درجه واحده من الرحمه مولانا بين الناس، رجل ابو قبل ان يكون اب كان ينام وين مولانا للظهر، ولكن مجرد ان شاف ولده قدامه وولده يحتاج الى متطلبات تشوفه يعمل من الصباح الى الليل. يا بليش؟ قال انا عندي بعد ولد. تشوفه يرمي كل طاقته وين؟ على الولد هذا. والله انا يوم من الايام اكو في التقرير عجيب غريب، يعني هذا التقرير، هذا الحيوان مولاي، هذا الحيوان البسيط، تقرير انه الفيلة مولانا عندها مجموعة من الأصوات، يعني الذكر هسه أو الأنثى، الفيل لها مجموعة من الأصوات، صوت فرحان يعرفون الفيلة هذا فرحان، وبعد صوت حزين هذا حزين، وصوت للخطر يا بساعدوني تلحقوني، هاي مين من خلال الأصوات مولانا. زين يوم من الأيام واحدة عندي يعني فيل ذكر وأنثى وياها ولدها أصيب فمات في الطريق، أكو هجرة إلهم، الهجرة الطاول 6 أشهر، طاولوا 6 أشهر ورجعوا، طبعا عظام هواية لأنه تدري بعد الحال لحم يتناظر يروح ينتهي تبقى ماذا بس العظام، بعد إذا صار الشيء بس عظم بعد صعبة عرفه. هذا الفيل مولانا لما رجع والمصور باقي سبحان الله مراقب القضية، هاي الأنثى بقت تمشي ويا من تشم بالأعظام، وصلت إلى مجموعة كومة من الأعظام صرخت وبقيت دموعها تصب، سبحان الله عرفت أن هذه العظام ترجع إلى ولدها. حيوان مولانا حيوان الله جاعل فيه الرحمة هكذا. موسى عليه السلام قال إلهي أرني رحمتك على الأرض، أنا بدي أشوف رحمتك يا ربي، يقول أعطاه مسامع المشارق والمغارب، يعني اللي يحكي بالمشارق شنو مولانا يعرفه واللي يحكي بالمغارب يعرفه. يقول قال له يا موسى اذهب إلى الجبل الفلاني، أريدك تروح بالساعة الفلانية إلى الجبل الفلاني. يقول راح موسى وقف يقول وإذا بشاب شارب للخمر حاط أمه على متن وصاعد بها على الجبل يدذبها، عجوز وإلى مية يدذبها. يقول رماها على طرف من أطراف الجبل ونزل. يقول هو ينزل الأم رغم هاي الحالة، هاي الأم تقول له طبعا موسى يسمع اسمع أكو فدك ثمرة فيها، يقول له أو تقول له بني بهدوء إني أخاف عليك أن تسقط. يقول موسى انفجر بالبكاء، إلهي شنو قلب هاي الأم، هاي الأم ابنها يرميها كل هذا العذاب وبعدها تخاف عليه. قال يا موسى هاي ثمرتنا وعزتي وجلالي إني أحن على عبدي من حنان الأم على ولدها، أنا خاف على عبدي هذا أحن أكثر حنان، ورحمتي وسعت في الدعاء. شو يقول الدعاء؟ اللهم حاسبني برحمتك ولا تحاسبني،
ما أرسل الأنبياء وأهل البيت إلا بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بلال يدخل سلام عليكم، شايفك وفد عادة وصخة مولاي عند بعض الناس، كلها قاعدة ويقول السلام عليكم، ما حد يسوي له مكان، خاصة إذا كان مثلا فد مقام عالي رجل كبير، الدور يخلونه لا هو الراد ولا هو شنو مولانا، مسوي له مكان، كلها صافنا بوجهه، أو هذا ظل بالنص واقف، نفسها صارت وي بلال، نفسها مولانا صارت وي بلال. بلال هم طاب، كان الظاهر الفراش نصف المضيف مال النبي، قال سلام عليكم، قال له عليكم السلام، لا هم اللي مسوينا مكان للرجال، ولا هو اللي يقدر بعد شنو مولانا يرجع يستع بعد. النبي شاف الحالة هاي سوى، أخذ بعباءته وضعها على التراب وقال اجلس يا بلال، على يمن مولانا، على ثوب النبي، اجلس يا بلال. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، ترى كنا تشرب من عندك بس انت يا رسول الله شنو حنين. هاي الحنية والرحمة اللي كانت عند النبي وزعها وين؟ على أهل البيت سلام الله عليه. النبي الإمام الحسين آخر لحظاته يبكي على أعدائه، رحمة الله اللي كانت على في قلب الإمام الحسين، الإمام الحسين أراد أن يقول الحق وأراد أن يسكت يزيد، لأن يزيد تمادى، يزيد قام يطلع وحدة مسيحية مولانا بالمسلمين، يقول لهم صلي أصلي، يقول عمنا شارب الخمر ما الخمر ما يخلينا نشير رجله بعد، هاي يم قباله، قال عمات لبسي مال زلم، هاي هم حضت مولانا الشمال وتلثمت، هي كانت ترقصنا قبل شوية وهي تشرب بيها، تلثمت مولانا وطلعت، هواي الزلم قاعدة مساكين، الله أكبر يا مسيحية، شارب خمر مولانا ومرة كبرت مولانا والزلم مرة، الله أكبر الله أكبر، صلى ويزيد وين نايم مولانا. ولهذا الإمام الحسين قال له مثلي لا يبايع مثلك. تعرف هاي الكلمة شنو مولانا؟ يمكن سامعنا من الخطباء بس ما تعرفونها، يعني الكلمة ما مفسرة مع الأسف. الإمام الحسين يقول له مو أنه أنا لأنه أنا الحسين، لا أصلا الحق ما يصير وي الباطل، يصير التماس كهرباء، يصير فد موت بيها، ما يصير، هذا تركيبة وهذا تركيبة، الباطل تركيبة والحق ماذا؟ تركيبة. الحق دائما يكون بعيد وين؟ عن الباطل، ويكون ماذا؟ يكون ضده، السم القاتل للباطل هو الحق، فما يجوز أن يجتمعون. أما تقول تعال أنت بايعني، ما يصير، يصير خلل بالكون كله. ولهذا قال مثلي لا يبايع مثلك، أنا الحسين بن علي، أنا ابن فاطمة ذاك جدي رسول الله، وبعد وأنت يزيد شارب الخمر قاتل النفس المحترمة، مثلي لا يبايع مثلك. ولكن رغم هذا سبحان الله، اللي قتلوا الحسين وين اليوم؟ بالله عليك، واليوم الحسين علم من الأعلام، اليوم أباوع إلى الدول، تدري انه السودان بها مليونين لاضم على الحسين مولانا، نيجيريا مولاي نيجيريا تمشي من محافظة لمحافظة مشاية للحسين، مو ما يقدرون يجيبون مساكين، شو يسوون واصلين منطقة مولانا شلون الدعية ويمشون وين مولانا؟ ها لمنطقة اخرى، اذا يعتبرونه كربلاء ويلطمون على الصدور. نيجيريا مولاي نيجيريا، هاي تونس مولانا، تونس أكثر من مليونين موالي للحسين، مليونين لاطم على الحسين، اليوم أنت العالم كله وياك، بعد سنة سنتين ثلاثة مولاي هاي الكرة الأرضية والله تقول كلها مولاي قطعة سوداء باسم الحسين، الله سبحانه وتعالى يظهر الحسين ولو بعد حين. هذا في الدنيا مولاي، في الآخرة شيء يختلف، هذا كان عالم من العلماء في الحلة
يقول لك وليد شاب صغير، غلام صغير، هذا الغلام يلقن لي قد قامت الصلاة ونوت، شايف مولانا التلقين. يقول فترة من الفترات بعد ما اجى هذا الولد بعد ما اجى، يقول جابه واحد غيره، يقول القضية مو يمي. يقول يوم من الايام جالس في مجلس الحسين انا وبكيت، ولما بكيت بكيت من خاطر فنمت. يقول في عالم المنام كأنما القيامة قد قامت. يقول شفت شخصية وهو الحسين عليه السلام يما ناس، والحسين يبوسون بيذولا ويطمئنهم، يقولهم انتم معاي الى الجنة ان شاء الله. يقولوا وانا اشوفهم الى الجنة وسجلوا اسماءهم، يقولوا كل الناس صايرة، يقول السجل. يقول من ضمن الناس هذا الولد الغلام شفته، يقول الغلام هذا اللي كان يلقن لي، يقول شفته. يقول لحظات واذا جاء النداء غضوا من ابصاركم قد جاءت فاطمة سلام الله عليه. يقول انا سيد رتباوع. يقول اجت الزهراء بتلك الهيبة المباركة، وقفت عند الحسين قالت له بني حسين انا عندي رجاء من عندك يا نور عيوني. قال امريني امه، انت بس امرين انا خادمك. قالت له بني هاي الناس كلها لك، انت تصرف وياه، بس هذا الغلام. يقول ضمته الى صدرها قالت له هذا بضيافتي، هذا وياي، هذا انا ارضى اهديه اعطيه، ها اسكن يمي قريب علي. يقول الغلام هم يبكي، والزهراء يقول انا شفت الفت نظري. يقول الزهراء لما احتضنته يقول قامت تبكي، قالت لبني حسين هاي الوادم كلها لك خذها، بس هذا الغلام لي. يقول انا استيقظت من النوم، شنو القضية؟ يقول سألت الناس يابا هذا الغلام اللي كان يلقن له وين؟ يقول يومين جابوا لي الخبر، قالوا لي ترى بالقرية الفلانية عايش. يقول انا ركبت السيارة ورحت طرقت عليه الباب، فتح الباب، يقول ذاك الغلام النادر. يقول هو شافني هم نزل على ايد باسة، سيدنا حياك وبياك، ما الخبر تفضل. يقول طبيت انا جاب لي الشاي والماي، قلت له تعال اقعد، انت شو انقطعت عنا وشنو مسوي؟ اكو فد عمل مسوي. يقول بكى هذا الغلام، قال سيدنا انا كنت اجي وي والدي معاك، يعني اجي للجامع وي والدي، والدي توفى وما ظلت عندي بس امي، وسبحان الله والدي علمني ان ياخذني الى الحسينيه، وبعد ويوم العاشر ياخذني انا وامي الى كربلاء، يشتري لي السطله مال مي اوزع بها مي لاما لزوار الحسين. هذا كان شغلي يوم العاشر، والدي كيف انا اسوي هذا الشيء؟ فهو يحضر لي الماي البارد والثلج وينطيني السطله ويقول لي يلا ابوي روح روح وزع. يقول انا اوزع. يقول لما نوات والدي مات انا بعد ما يصير لازم اشتغل، امي ظلت وحيدة. يقول اشتغلت راعي. يقول هذا الراعي كان قاسي للقلب، قال بمحرم ما تمشي انت. يقول انا ظليت حاير متعود. يقول اوزع الماي في كربلاء. قال له ايه؟ قال له سبحان الله امس. قال له ايه؟ قال له طلعت بالاغنام الى الصحراء. يقول انا ذكرت كربلاء، شو انا وزع الماي في كربلاء. يقول جبت السطلة نفسها وقلت للأغنام اشربي على حب الحسين. يقول له سيدنا أرى هاي الأغنام تبكي. يقول له هاي الأغنام تبكي لما تتقرب للماي مشربة تبكي هاي الأغنام. الله أكبر، مولاي أغنام تبكي على الحسين. شوف الزهراء شلون مولاي الزهراء، شوف هذا الولد سوى عمل الزهراء احتضنته. زين اذا شوفنا مولانا ليل ونهار نبكي على الحسين، مو علي الاكبر؟ علي الاكبر لما سقط وجاء الحسين مو رآه مبتسما ثم باكيا؟ قال بني ما لي اراك مبتسما. قال ابا أبشرك هذا جد الطان الماي. قال له أيهم ليش باكي؟ قال له أبوي أخاف أذيك حسين. قال له أبوي يقول. قال أبا حسين هاي أمي فاطمة تلطم على رأسها.
تنادي بني حسين يا غريب الغرباء يا عطشان كربلاء. والله انا الوالده انا الوالده والقلب له فايال وادور عزبني وين ما كان. مولاتي لا نعزاكم هنا. والله انا الواه والله هذا البيت للزهراء وريد صوتك العالي للزهراء. والله انا الوالده والقلب لهفا والله لهفا يا ودور عزبني وين ما كان. انا الوالده المذبوح ابنه يا حسين. يقول له بني عكبر اكبر بني علي هاي ام الزهراء واكبر. يقول له ابويا اقول لك بعد شنو؟ قال له شنو؟ قال له امي معصبه بعصابه سوداء تلبس منحرك حسين. والله انا الوالده انا الوالده أنا الوالدة المذبوح ابنها. والله ابنها وطول الدهر ما جن عزر. يقولون بعد كربلاء بعد كربلاء بعد كربلاء. يقول لقوا درة مكتوب عليها أنا درة من السماء نثروني يوم تزويج والد الصبطين فكنت أبيض من اللجين. ليش وبعد صبغتني دم نحر الحسين. والله كأني بالزهراء واقفة قدام رسول الله. والله أنا الزهراء وأنا الدر المضي. والله أنا الزهراء وانا الدر المضي. بويا مصاب حسين بي اش عمل بي اش عمل بيك مولادي. والله خلاني كل صبح ومسي انوح عن علي وصف جبدي يا وانوح عن علي وصف يا جبدي. يا الله يا الله بحق الزهراء. يا الله إمامنا الصادق إن شاء الله إمامنا الصادق يقول ما من دعاء يرفع إلا إذا بدأ الداعي. يا زهراء إلهنا وسيدنا ومولانا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهنا بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. يا الله إلهي من جلس في مجلسنا هذا رجالا ونساء وشيوخا وشبابا اللهم اشفي مرضاهم. يا الله اللهم اقضي حوائجهم حوائج الدنيا والآخرة. اللهم لا تحرمنا من الحسين. اللهم لا تحرمنا من الحسين. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راضي عنا بولاية علي. يا الله اللهم ارحم هذا البلد بأهله بنسائه بأطفاله برجاله من كل سوء. يا الله اللهم يا مؤسسي هذا المأتم الشريف اقضي حوائجهم واشفي مرضاهم وارحمهم في الدنيا والآخرة وارحم أمواتهم وادخلهم فسيح جناتك. والفاتحة مع الصلوات.